السلام عليكم ومرحبا بكم في شهوة مش هوات كوزينتنا. بالنسبة للوصفة ديال اليوم ان شاء الله نقترح عليكم دي بيتزا، ولكن دي بيتزا ما طايبينش في الفران، غادي نطيبوهم في الآلة ديال الكوفر. علاش لا؟ مرة نستعملوها في حويجات اخرين من غير لي كوفر، وكيجي منظر ديالهم مختلف وحتى الطياب ديالهم كيجي زوين. بالنسبة للمقادير كنحتاجو العجينة ديال البيتزا اللي ها هي خمرات وجدات عندي، ما بقى لي دابا غير نسرحها ونستعملها. اما بالنسبة للحشوة كديروا الحشوة اللي بغيتوا على حسب الاختيار وعلى حسب الذوق وكذلك اللي موجود عندكم. انا غادي ندير وحدين هكا بالطون وفلفلة اللي مقطعة مكعبات صغيره، وواحدين غادي نديرهم بالفخوماج ديال الموزاريلا اللي قطعته دوائر، وفخوماج محكوك. وبطبيعه الحال فخوماج محكوك غادي نديرو حتى مع البيتزا اللي غندير فيها الطون. عندي هنا لاصوص طوماط او لاصوص خاصه بالبيتزا. بالنسبه للعجينه ديال البيتزا ولاصوص بيتزا غادي نديرهم لكم اسفل هذا الفيديو. اول حاجه كنديرو غادي نسرحوها. انا استعملت هاد الطابي ديال السيليكون عملي باش ما نبقاوش نوسخو في الارض، وكيتوسخ هو ساهل في الغسيل. غادي ندير فوقه هكا العجينه، راني رشيت واحد شويه ديال الدقيق. هنايا سرحت العجين، غادي نقطع دوائر على حساب الحجم اللي بغينا. بغينا نديرو مربعات، ممكن اننا نديرو مربعات. بعد ما قطعناهم دوائر غادي نديرو الآلة كتسخن، لأن بسرعة غادي يبداو هما كيوجدو وواحدين كيطيبو. نستغلو الوقت، كندهنو العدد من الدوائر. غادي نديرو هنايا عندنا شوية ديال الطون، شوية ديال الفلفلة، غادي نديرو شوية ديال الفخوماج. هنايا أنا عندي فخوماج الأحمر وفخوماج موتزاريلا محكوكين. بالنسبه لهادو غادي ندير دائره هكا ديال الموتزاريلا الوسط، وهنايا شويه ديال الفخوماج حتى هو محكوك. وغادي نرش كلشي من فوق بواحد شويه ديال الزعتر اللي كيكون عندي مطحون. انا كنخليه هكا خاص للي بيتزا. وغادي ندوزو دابا نغطيو بدائره اخرى ديال العجين، كنضغطو غير واحد شويه باش نسدو على هذاك الفخوماج ما يخرجش لينا ويتحرق في الكوفريي. لاباغي عندي سخنات، غادي نحط هاد لي كوفر الاولي اللي وجدت. وما تنساوش الا ما استعملتوش هاد السيليكون لابد ما ترشوا الدقيق فوق الارضيه اللي كتسرحوها فوقها باش ما تديرش لكم تلصق وتكون عندكم صعوبه باش تهزوها. غادي نسدو على الكوفريي ونتسناو حتى تحمر. كيبقى المده ديال الطياب على حسب كل اله. بالنسبه للعجين ما كنبسطوهاش وتكون رقيقه بزاف كيفما شفتوا باش ما تخرجش ليا منها الحشوه، وما تكونش غليظه بزاف لان مع الحراره راه غادي تزيد تنفخ شويه مع بحال عجين البيتزا لان فيها الخميره. لي كوفر عندي ها هما يا طابو الاولين، كيف ما كتلاحظوا تحمروا من جويه بجوج، وكيبقى المده ديال الطهي كيف ما قلت على حساب كل اله. هادو ها هما باقيين سخان، غادي نقطعهم من الداخل باش تاخذوا فكره كيفاش كيكونوا. باقا سخونه غادي نستعمل الموس. هذه ديال الطون والفلفله كيف ما كتشوفوا الحشوه ها هي هنايا وعاديه العجين. غادي نشوف هذه ربما تكون ديال الفخوماج كيف ما كتسمعوا كيكونوا مقرمشين من الفوق. هذه ها هي ديال الفخوماج، ها هو دايب الداخل مع لاصوص ديال البيتزا كيف ما كتشوفوا. نقدموها مع السلطه اولا نقدموهم مع حسوه اولا الحريره اللي بغيتوا على حسب الذوق. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، وبالصحه والراحه.